احنا المساله دي مساله 7-4-1 كنا حليناها قبل كده في السكشن بتاع شابتر 7، بس انا عايز ادي هنت على الطريقه اللي احنا ممكن نجيب بيها الانرجي في المسائل اللي زي كده، وعلى برضو على البلوتينج بتاع المسائل اللي زي كده. فالمساله دي هو كان مديني، عشان نراجعها بسرعه، كان مديني كارنت كان ثرو كاباسيتور وكان بالشكل ده، وكان الفولتج على الكاباسيتور ده عند صفر بيساوي صفر، والكاباسيتنس بتاعته بيساوي نص فراد، وكان عايزني اجيب واعمل بلوتينج للفولتج على الكاباسيتور والباور والانرجي. فزي ما احنا عارفين الاول احنا محتاجين نجيب الفورميولا بتاعت الاي في الثري سيجمنتس دول عشان بعد كده اقدر اشتغل عليها بقى بالمعادلات بتاعتي. فالاي لما اجي اجيبها هنا وهنا وهنا زي ما انتم عارفين بنجيبها بالطرق اللي هي دي لينير، وهنا كونستانت وهنا كونستانت، فاحنا عارفين بنجيب الكلام ده ازاي. فكنا جبنا الاي تي بيساوي صفر عند تي اقل من 2، وفي الجزئيه دي كان لينير كان 0.2 تي ماينس 2 من 2 و6، ولو اكبر من 6 كان كونستانت عند 0.8. وبعدين عشان نجيب الفولتج بتاع الكاباسيتور استخدمنا القانون المعروف بتاعه اللي هو في تي بيساوي 1 على سي التكامل بتاع الاي، زائد طبعا لو في اي عندي انيشال كونديشن على الكاباسيتور بتاعي. وكنا جبنا القيم دي 0.2 تي ماينس 2 سكوير 1.6 تي ماينس 4، وكان مطلوب مني بعد كده اجيب الباور. فاحنا عارفين الباور بيساوي الاي تي في الفي تي، فروحنا ضاربين كل سيجمنت من دول مع السيجمنت دي، يعني الزيرو في الزيرو والده في ده و 0.8 في الجزئيه دي، فكان طلع لنا الكلام ده 0.04 في تي ماينس 2 كل تكعيب و 1.28 تي ماينس 4. وبعدين عشان نجيب الانرجي استخدمنا القانون العام بتاع بتاع اللي هو تكامل الباور، دبليو تي بيساوي التكامل بتاع البي تي زائد عند اي انيشال كونديشن، وكنا جبنا القيم دي للدبليو او للانرجي. ففي حاجه بقى كنت عايز اقولها هنا، ان في عندنا لو احنا عايزين نجيب الانرجي في كاباسيتور او في اندكتور، فاحنا عندنا في قوانين مختصره هنا ممكن نستخدمها بدل ما نستخدم القانون العام بتاع التكامل. عندنا قانونين اللي هم كانت قالوا عندكم في المحاضرة قبل كده، اللي مثلا ممكن اقول لو انا عندي كاباسيتور هتبقى الدبليو بتاعته بتساوي دي فورميلا مباشرة بدل ما اعمل التكامل بتاع البي، هي بتبقى نص سي الفولتج بتاعي كل سكوير. اوكي، فلو جيت استخدم الفورميلا دي عشان اجيب الدبليو اف تي طبعا لازم تديني نفس النتيجه دي، لازم تديني نفس النتيجه اللي انا جايبها عن طريق تكامل الباور. فلو جيت اطبق الكلام ده، لو جينا ناخد الفي اللي فوق يبقى انا ممكن اقول دبليو اف تي بتساوي، لو جيت اخد الفولتج بتاعي لو خدت الفورميولا دي كلها ورحت حطيتها تاني هنا، سوري، هبقى انا عندي التلاته دول، دي كانت الفي بتاعتي، انا خدت لها كوبي من فوق من الفي اللي انا كنت جايبها، بعدين انا راح واخد كل حاجه سكوير وراح ضاربها في نص سي، يعني هقول مثلا الكلام ده هيبقى سكوير في نص سي، طبعا السي انا عندي هنا كانت بنص، هيبقى نص في نص يبقى بربع، هيبقى الكلام ده في ربع، والكلام ده هروح واخده كله سكوير واضربه في نص سي اللي هي تبقى ربع، وهنا نفس الكلام ده سكوير في نص سي اللي هي واحد نص في نص او هي 1/4. فده هيديني كام؟ هلاقي ان اللي فوق ده هيديني صفر، وهلاقي ان انا لما احسب الكلام ده في الاخر خالص هيبقى عندي 0.2 تربيع على في على 4، الكلام ده هلاقيه بيديني في الاخر برضو 0.01، ده بالنسبه للكونستانت ده. ولو عندي تي ماينس 2 سكوير كل سكوير هيبقى عندي هنا برضو تي ماينس 2 كل اس 4، وهنا نفس الكلام هيبقى عندي 1.6 تربيع على 4. دي هتديني برضو نفس الكونستانت اللي كان طالع معانا من الطريقه الثانيه هو 0.64، ممكن تحسبوها، ويبقى عندي هنا تي ماينس 4 الكل تربيع، تي ماينس 4 الكل تربيع. فهتلاقوا ان القيم اللي بتطلع هنا من القانون المختصر ده هي نفسها القيم، الزيرو هنا هلاقي الزيرو دي هي نفسها اللي كانت هنا جاية عن طريق التكامل بتاع البي، وده هو نفسه ده، وده هو نفسه ده. فممكن طبعا استخدم القانون اللي هو الخاص بحالة الكاباسيتور ده
كحالة خاصة لو انا عايز اجيب الانرجي بتاعت الكاباسيتور وعندي الفولتج اللي عليه، بدل ما استخدم موضوع التكامل، والتكامل ممكن يبقى صعب شوية، زائد كمان ان انا موضوع الانيشال كونديشن ده لازم احسبه من الفورمولا اللي قبليها. فده بس بالنسبة للطريقة اللي انا اقدر اجيب فيها فيها ال W of T. وكان في برضه واحدة تانية عشان الاندكتور كانت برضه شبيهة بيها، كانت تقريبا نص ال نص ال I of T square عشان خاطر اجيب ال W of T، بس لو كان الكلام ده في حالة ان انا الاليمنت اللي عندي اندكتور. فدي هنت بس كده، طريقة سهلة عشان نقدر نجيب الانرجي في حالة الكاباسيتور او في حالة الاندكتور. ماشي. فده ده بالنسبة للجزء بتاع الانرجي. بالنسبة للجزء بتاع بلوتينج، انا هاخد مثلا يعني عايزين نشوف، لو هنعمل مثلا بلوتينج لحاجة اللي هي البي اوف تي، فنشوف البي اوف تي دي هنعمل لها بلوتينج ازاي. مثلا ناخد فكرة عنها. دي البي اوف تي بتاعتي، فلو جيت افكر انا هعمل بلوتينج ازاي ليها، انا عندي هي المفروض متقسمة، هي ثلاث اجزاء عشان في ناس بس قاعده تتلخبط في البلوتينج. فعندي ده التايم بالسكند وده البي اوف تي بالوات. فانا عندي من عندي الجزئيه دي من 2 ل 6. اوكي. فالجزء اللي عندي في الاول ده صفر، هي المفروض دي كانت بتبقى من 2 ل 6، التي هنا لو هي اقل من 2، وفي الجزئية التانية دي كانت بتبقى من 2 و6، وهنا لو التي اكبر من 6. فطبعا هنا هنلاقي ان انا عندي صفر، فالحتة دي هيبقى فيها صفر. وبعدين الاقي من 2 ل 6 عندي الفورمولا دي، فالفورمولا دي لو انا اخد بالي انا عندي هنا تكعيب، فدي مش تبقى لينير، فانا ما يكفيش بس ان انا اخد نقطتين. يعني لو انا مثلا عوضت هنا عشان اجيب البي، هستخدم مثلا الفورمولا دي، فانا عشان اجيب نقطتين مثلا هعوض عند التي بيساوي في الاول، في اول انترفال في اخر انترفال، عند تي بيساوي 2 وعند تي بيساوي 6. هلاقي هنا ان بي اوف 2 لما اجي اعوض في المعادله دي هلاقي ان هي في صفر، طبعا انا لسه مستني في صفر هنا اهو. وعند 6 هلاقي البي اوف 6 لما اعوض في الحته دي هتبقى عندي البي اوف 6 بيساوي 2.56، هنا تبقى 2.56. اوكي. فانا عارف ان 6 مثلا هنا اروح ارسمها هتبقى عندي وليكن مثلا 2.56، هحطها هنا على حسب السكيل اللي انتوا هتستخدموه ساعتها، هيبقى عندي هنا مثلا 2.56. اوكي. بس هنا طبعا مش هيكفي النقطتين دول لان انا مش لينير، مش هوصل كده، لا دي الحاجه دي هاير اوردر اعلى من اللينير، فاكيد هيبقى في كيرفيتشر. فانا ما اعرفش الكيرفيتشر هيبقى عندي بالشكل ده، يعني هل هو هيبقى عامل كده ولا هيبقى عامل كده، يعني هل التقوس بتاعه هيبقى لفوق ولا هيبقى لتحت. اوكي. فمحتاج ان انا اعوض برضو بكام نقطة في النص عشان خاطر اقدر اجيب الشكل بطريقة افضل. فخلينا نعوض مثلا، احنا عندنا كام نقطة، خلينا نعوض مثلا باربعة، او احنا عندنا كام، احنا عندنا 3 و4 و5 بين الاتنين وستة، فخلينا نعوض بتلاتة وليكن مثلا 5، خلينا نعوض بالاثنين دول. فعند 3 كنا هنلاقي ان بي اوف 3 هيساوي 0.04، وعند 5 هتبقى بي اوف 5 بيساوي 1.08. فهلاقي عند 3 لو انا مثلا حطيت هنا 3 هيبقى عندها مثلا 0.04 حاجه بالشكل ده. طبعا انتوا لازم تعملوا سكيل ده يعني افضل شويه او يكون مظبوط عن الرسمه اللي انا عاملها. وعند 5 هيكون مثلا 1.08، فهلاقي ان الرسمة بتاعتي طالعة بالشكل ده، هلاقي ان في كيرفيتشر جاي كده. اوكي. وبعدين في الجزئية التالتة بقى اللي هي في الجزء ده، طبعا ده لينير لان مفيش اي حاجة عندي، فانا عندي تي بس فلينير. فلو عوضت مثلا بحاجتين اي نقطتين على الكيرف ده، خلينا نستخدم النقطة اللي على الانترفال اللي هي بستة، تي بيساوي 6، هلاقي ان بي عند 6 لو انا عوضت بستة هنا هتطلع يعني كانت نفس القيمة اللي هي طالعة من 6 في الفورمولا اللي فاتت اللي هي برضه ب 2.56. ولما اجي اعوض مثلا بايه
انا بقى طبعا دي مفتوحه، مفيش يعني مفيش نهايه الكلام ده الى ما لا نهايه، فممكن اعوض باي نقطه هنا، وليكن مثلا تي بيساوي 10، فلاقي بي عند 10 7.68، فلاقي مثلا لو انا حطيت هنا 10 هلاقي عندي هنا وليكن مثلا 7.68، فلاقي ان الجزء ده لينير، يعني الجزئيه دي هتبقى لينير، هيبقى عندي خط مستقيم، بينما هنا في كيرفيتشر شويه، بس هو طبعا يمكن مش باين الفرق بين ده الكيرفيتشر بين ده وبين ده، لان هنا من الرسمه مش راسمها مظبوط قوي، بس انتوا لما ترسموا الرسمه على سكيل صح هتطلع لكم حاجه تطلع حاجه بالشكل ده. دي الرسمه اللي هتطلع لكم لما يكون عندكم الرسمه مظبوطه، هتلاقوا ان انا عندي هنا ده بصفر، وبعدين من 2 ل 6 هلاقي في كيرفيتشر، لو طلعت الكيرفيتشر ده باين من اول 2 ل 6، وبعد كده وبعد الست لغايه ما النهايه هتلاقوا الكيرفيتشر ده لا رجع تاني بقى خط مستقيم. فحتى لو جينا بنتاكد من القيم بتاعتنا نلاقي ان 4 مثلا كان عندها 0.32، او لا انا كنت جاي مثلا عن 3، 3 كان 0.04 زي ما نطلع هنا، و5 برضو 1.8، وعن 6 كانت 2.56 اللي جاي من هنا وجاي من هنا، وعند 10 ب 7.68. طبعا البرنامج اللي انا استخدمته في الرسمه ده حاجه اسمها ماتلاب، يعني هتستخدمه ان شاء الله في السنين اللي جايه. فدي بس الهنت اللي عايز اقولها على بلوت، والهنت اللي انا كنت قلتها عشان تجيب الانرجي بطريقه سهله في حاله الكاباسيتور والاندكتور. شكرا.